من ضمن الاسئله التامين الاجتماعي، في ناس كتيره للاسف بيكون بالنسبه لها الدنيا مش افضل حاجه، فمن ضمن الحاجات اللي لازم تكون بالنسبه لك واضحه هي هذا الموضوع. اول حاجه ان الشركه اللي انت فيها ملزمه تامن عليك تامين اجتماعي، عشان لو حصل تفتيش من التامينات ولقيت فرد في مقر الشركه مش متامن عليه الشركه بتدخل في مشاكل. لازم كمان تعرف ان مبلغ التامين بتاعك هو عباره عن تقريبا نسبة ما تصل إلى 29 إلى 75% من مرتبك، في ناس بتوصفها كمان أقل، الطبيعي حضرتك بتتحمل منهم 11%، فدي النسبة التأمين. الشركة بتدفع لك 18.75%، وطبعا في شركات بتدفع النسبة دي كلها اللي هي 29.75%. لازم كمان تعرف ان الشركه مامنه عليك بكام، عشان في بعض الشركات بتامن عليك باقل اجر ممكن يكون متاح اللي هو 1400 جنيه مهما كان مرتبك كام. عشان كده قلت في النقطه اللي فاتت ان الشركه بتتحمل الجزء الاكبر وتعمل هذا الموضوع. رابعا، عشان تستعلم على المعلومات دي لازم تدب مشوار، مش لازم تدب مشوار لمكتب التعاملات، ولكن في الوقت الحالي ممكن تدخل على موقع التامينات، ممكن تعمل عليه اكونت، وانا شخصيا عملت ده، تدخل بتلاقي التأمين بتاعك وانت متأمن عليك ولا لأ، فكل هذه الديتا هتلاقيها علشان تكون بالنسبة لك واضحة بالفترات، بكل هذه الأمور لازم انها تكون بالنسبة لك واضحة. اتأكدوا من التأمين الاجتماعي، التأمين الاجتماعي مهم مش بس للمعاش، والمعاش مهم طبعا، ولكن علشان حاجات كتيرة جدا، عشان إثبات انك شغال في المكان، علشان حاجات كتيرة جدا جدا تقدر انها تكون بالنسبة لك مهمة. وبالتوفيق.